إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سيمان. متابعينا الكرام، إذا متابعينا الكرام، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 9041 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي المصاب بالمغرب إلى 772394 حالة، بينما تم تسجيل 123 حالة وفاة، ليصل بذلك الإجمالي الوفيات بالمغرب إلى 11242 حالة وفاة، بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 8589 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المتعافي بالمغرب إلى 681705 حالة. فجهة الدار البيضاء سجلات 3367 حالة و23 حالة وفاة مقسمة كالتالي: الدار البيضاء 2261 حالة و800 وفيات، النواصر 240 حالة، محمدية 214 حالة، برشيد 170 حالة و5 وفيات، جديدة 135 حالة و3 وفيات، بينما مديونة 124 حالة، وبن سليمان 99 حالة، وسطات 70 حالة و5 وفيات، بينما سيدي بنور سجلات 54 حالة وجوج الوفيات. بينما متابعينا الكرام، جهة الرباط سلا قنطرة سجلات 1101 حالة و14 حالة وفاة مقسمة كالتالي: القنيطرة 340 حالة وحالة وفاة واحدة، صخيرات تمارة 284 حالة و4 وفيات، سالا سجلات 138 حالة وثلاثة الوفيات، سيدي قاسم سجلات 130 حالة وحالة وفاة واحدة، الرباط 88 حالة وجوج الوفيات، سيدي سليمان 78 حالة وحالة وفاة واحدة، خميسة 43 حالة وجوج الوفيات. بينما جهة الرباط القنيطرة سجلات جهة الشرق سجلات الناظور 282 حالة حالة وفاة واحدة، وجدة 225 حالة وأربعة الوفيات، دريوش 140 حالة وثلاثة الوفيات، بركان 135 حالة وخمسة الوفيات، قرسيف 102 حالة وأربعة الوفيات، توريد 6 الحالات، الجرادة 4 حالات، وفيقيق 2 الوفيات. بينما جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلات 819 حالة 13 حالة وفاة مقسمة كالتالي: طنجة 251 حالة ثلاثة الوفيات، حسيمة 203 حالة وجوج الوفيات، تطوان 167 حالة وجوج الوفيات، وزان 88 حالة ثلاثة الوفيات، العريش 37 حالة، الفحص أنجرة 34 حالة، شفشاون 28 حالة وجوج الوفيات، المضيق سجلات 11 حالة وحالة وفاة واحدة. إذا متابعينا الكرام، نذكركم أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 9041 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي للحالات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 772394 حالة، بينما تم تسجيل 123 حالة وفاة، ليصل بذلك الإجمالي لوفاة المغرب إلى 11242 حالة، بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 8589 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المتعافي في المغرب إلى 681705 حالة. فجهة الدار الأسطات سجلات 3367 حالة و23 وفاة مقسمة كالتالي: الدار البيضاء 2261 حالة و8 وفيات، نواصر 240 حالة، محمدية 214 حالة، برشيد 170 حالة و5 وفيات، جديدة 135 حالة ثلاثة الوفيات، مديونة 124 حالة، بن سليمان 93 حالة، سطات 70 حالة و5 الوفيات، سيدي بنور
54 حالة وجوج الوفيات. بينما جهة الرباط سيرة قطر سجلت 1114 حالة وفاة مقسمة كالتالي: قنيطرة 340 حالة وحالة وفاة واحدة، صخيرة تمارة 284 حالة وأربعة الوفيات، سلا 138 حالة وثلاثة الوفيات، سيدي قاسم سجلات 130 حالة وحالة وفاة واحدة، الرباط 88 حالة وجوج الوفيات، سيدي سليمان 78 حالة وحالة وفاة واحدة، والخميسات 43 حالة وجوج الوفيات، الناظور 280 حالة وحالة وفاة واحدة، وجدة 225 حالة وأربعة الوفيات، دريوش 140 حالة ثلاثة الوفيات، بركان 135 حالة وثلاثة وخمسة الوفيات، قرسيف 102 حالة وأربعة الوفيات. إذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان.